نجاح، خلينا نتفق، أنا رح نام عندك بالغرفة اليوم. أختي بيهو وصهري فيهم يناموا بغرفتي أنا وبيان. وأنت بيان لو سمحت نام بغرفة القعدة. مثل ما بتأمري يا ملكتي. ماشي. دقيقة واحدة، صراحة منظم المروحة يلي بغرفة القعدة ما عم بيشتغل، وأكيد بيان رح يشوب كتير هنيك. خلينا نساوي شغلة، هلأ صهري في نام مع بيان بالغرفة تبعه، وإنتي وجدان بتروحي مع بيهو ونجاح، كلكم بتناموا بغرفة نجاح. هديك الغرفة كبيرة، وإنتوا ثلاثتكم فيكن تناموا مرتاحين. قلي صهري، رح يكون منيح هيك؟ إيه منيح مرت عمي، لأنه أنا ما بدي أزعج أي حدا. بكل الأحوال هي مجرد ليلة. طيب ماشي، رح أجيب مخدات زيادة. شوفي سيما، مرتي حبيبتي شكلها معصبة مو هيك؟ أنا معصبة من اللي عم بصير. سلفتي بشاير مو معقولة؟ شو هذا اللي صار؟ يعني ليش لازم بيان وجدان يضحوا لحتى ينقذوا زواج بيهو؟ ليش هيك هي عملت؟ فهمني. ليكي سيما، لازم تعرفي هالشغلة منيح. بيهو ما أنا بنتها لحالها، هي غالية علينا كلنا، وكلنا بدنا بيهو تروح على بيت حماها. ايه ليكي سيما، أنا متأكد إنه مرت أخي عم بتساوي شي منيح، وحتى شفتي وجدان نفسها قالت لبيان هيك، وباقي الصبايا رح يناموا بغرفة نجاح بما أنه هن وافقوا، فليش أنت لا؟ سيما ضياء أنت؟ بشاير، أنا بدي أعرف شو اللي عم تحاولي تعمليه بتصرفاتك. كل يلي بهي العيلة بدهم بيهو مورلي يرجعوا لبعضهم ويقربوهم من بعضهم كمان، وأنت هيك ببساطة بدك تبعديهم؟ بعدين شو هاد؟ كانت فرصة ممتازة وأنت خلقتي عائق بينهم. أنت شو مفكر؟ إنه أنا بدي إياهم ينفصلوا؟